أكتر حاجة بتعرفنا قد إيه الناس بتحبنا هو اهتمامهم بينا. الاهتمام دايماً بيبقى علامة ودليل على الحب. لازم يكون اللي بيهتم بيك بيعرف فعلاً يهتم بيك. لازم كمان يهتم بمظهرك وشكلك وكل تفاصيلك، يسمعك ويديلك نصيحة، ويبقى دايماً خايف عليك، وطبعاً يساعدك تلاقي اللي بتدور عليه، كأنه بيفهمك من غير ما تتكلم. ومع الوقت هيبقى دايماً محل ثقتك. وأكيد وقت ما تحتاجه يكون جنبك وما يتأخرش عليك. إحنا في صيدليات تداوي بنعرف نهتم بيك. صيدليات تداوي، We are there to care. كلمنا على 19 2 8 7 8 7.